السلام عليكم الاخوات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ احوال طيبه، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتشوفوا هذا الفيديو من الاول للاخير. نبداو لا فيديو ديالنا كيف العاده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدي وحبيبي رسول الله. في هذا الفيديو غادي نقل لكم اخبار الظهيره اللي صراحه شفت فيها شي مشاهد اللي كيتقطع القلب، وكذلك شي مشاهد لأي ناس اللي هما يعني بعقلهم ناس عاديين ما يديروش فحال هاد التصرفات، تصرفات غير لائقة. كيف كتسمعوا كاملين وكيف كتشوفوا يعني لا في الإذاعة ديال التلفزيون ولا في مواقع التواصل الاجتماعي، كيحثوا على ارتداء الكمامة، كيحثوا على التباعد الاجتماعي او لترك مسافة الامان بينك وبين الشخص الاخر، كيحثوا على تعقيم اليدين اكثر من مرة يعني باستمرار. فهاد شي كامل يعني كنسمعوه غير في المواقع ديال التواصل الاجتماعي وكنسمعوه غير في التلفزيون. فالواقع حاجة اخرى، فالواقع شي حاجة اللي مرعبة، شي حاجة اللي كتخلع صراحة. خليكم مع هاد الفيديو غادي تشوفوا الناس كيفاش كيهجم واحد الهجوم اللي هو شرس باش يطلعوا الطرمبية فين غيمشيو باش يمشيو للبحر. فهادشي صراحه نطلب الله عز وجل انه يحفظنا وما يتفشاش المرض بواحد الطريقه اللي كبيره بزاف. اهلا بكم. مع عودة الحياة بشكل تدريجي لطبيعتها وعودة المواطنين الى استخدام وسائل النقل المشترك، هنا يطرح السؤال حول مدى احترام المواطنين لشروط السلامة الصحية. نتحدث طبعا عن وضع الكمامة في الأماكن العامة ومسافة الأمان. نتابع تفاصيل سويا في روبورتاج أمين حدو وتحرير لعبد الفتاح. لا مسافة للأمان ولا كمامة، والتسابق للصعود إلى الحافلة دون الثيرات لمخاطر جائحة كورونا التي ما زالت بيننا. هكذا بدا المشهد هذا الصباح بمجموعة من مواقف الحافلات بالعاصمة الاقتصادية، وخصوصا تلك المتوجهة لشاطئ عين دياب والمحمدية. والغريب أن الكل يستنكر الحال دون التزام. دابا شتا هادشي أنا مخلوعة، القانون ديال الطوبيسات كاينين، بالنسبة للجمهور ما القانون شي شوية خاص يكون عندهم. إيه بالينا ماشي هو هذا، خاص يكون النظام والاحترام. كل إنسان اللي بغى سميتو الناس اللي كيخلصوا ما كيخليهمش يركبوا، الناس اللي ما كيخلصوش كيركبوا. من ناحية هذا المرض هذا، ما من ناحية من نهار تلقوا الحجر الصحي بحال ما كاين والو، الصراحة بحال ما عمرنا عشنا والو. الترامواي البيضاء الصورة أقل استفزازا، ومع ذلك يبدو أنه لا احترام للتباعد الجسدي لوسيلة النقل هاته. واش كتشوف بأن الناس كتحترم التباعد؟ لا لا، ما كاينش الاحترام صراحة، كاين اكتداد و يعني إنسان ما تيحترمش مسافة الأمان، وعاد تزيد الكمامات ما تيديرش الإنسان الكمامات. الشطران كان عامر ممتلئ عن آخره. كان عامر مسافة الأمان ما محتارماش، الزحام ما فهمنا والو. الصورة ذاتها تتجسد في شاطئ عين دياب وكأن الوباء قد رحل، لكن الواقع غير ذلك. والمغاربة في هذه الفترة مضطرون للتعايش الإجباري مع الفيروس الذي يواصل انتشاره. ففي جديد الحالة الوبائية في بلادنا وحصيلة العاشرة صباحا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 93 حالة إصابة جديدة وتعافي 147 شخصا مع تسجيل حالتي وفاة، وعليه ارتفع إجمالي الإصابات في المغرب إلى 15635 حالة، عدد حالات الشفاء إلى أكثر من 12000، أما إجمالي الوفيات فقد وصل إلى 247، فيما عدد الحالات المستبعدة بلغ أكثر من 856000. وفي العالم، آخر الأرقام عن انتشار الفيروس تشير إلى إصابة أكثر من 12 مليون شخص، فيما تعداد الوفيات يقترب من 570 ألف. وبحسب منظمة الصحة العالمية، فهذا الارتفاع القياسي في عدد المصابين مرده الأعداد الكبيرة المسجلة بدول الولايات المتحدة الأمريكية، البرازيل، الهند وجنوب إفريقيا. تفاصيل أوفى في تقرير يوسف الحميدي.
هو الظهور الأول للرئيس الأمريكي واضعا كمامة خلال زيارة مستشفى والتر ريد العسكري في ضواحي العاصمة واشنطن. ولوضع دونالد ترامب للكمامة طابع رمزي كبير في الولايات المتحدة في وقت ينتشر فيه وباء كورونا بشكل هائل خصوصا في ولايات جنوبية من مثل فلوريدا وتكساس. وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 66 ألف حالة إصابة بالفيروس أمس السبت، ليتجاوز عدد الإصابات حاجز 60 ألف يوميا منذ 5 أيام، وحيث أصبح الوباء خارج السيطرة في عديد الولايات. في بلد يعد الأكثر تضررا من فيروس كورونا بأكثر من 3 ملايين إصابة، القارة الأمريكية تتصدر في أرقام الإصابة بكورونا. ففي البرازيل سجلت لحدود أمس أكثر من 71 ألف حالة وفاة وقرابة 1.5 مليون إصابة. وعالميا مات ما لا يقل عن 561 ألف شخص بكورونا، بينما تجاوز عدد الإصابات 12.6 مليون شخص منذ ظهور الوباء في ووهان الصينية أواخر دجنبر الماضي. وبعيدا عن كورونا، في الشأن السوري مجلس الأمن يصوت لصالح مقترح تقدمت به ألمانيا وبلجيكا لاستئناف تمرير المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهواء التركي شمال غرب سوريا. وهو المقترح الذي عدل من 4 نقاط عبور إلى 1 بعد انقسامات بين المصوتين واستعمال روسيا والصين لحق الفيتو قبل أن يتم التوافق بشأنه، ليحصل المقترح على تصويت 12 دولة عضو في المجلس وامتناع 3 بلدان هي روسيا، الصين وجمهورية الدومينيكا. دوليا دائما، وفي محاولة للتخفيف من حالة الاحتقان التي تشهدها البلاد إثر مظاهرات مطالبة باستقالته، خرج الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا في خطاب مقتضب أعلن خلاله عن حل المحكمة الدستورية التي كانت قد ألغت نتائج الاقتراع التشريعي لشهر مارس الماضي. عودة من جديد إلى يوسف الحميدي. هي أسوأ اضطرابات تشهدها مالي منذ سنوات، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص بعد أن اتخذت المظاهرات المتواصلة منذ أسابيع منحا عنيفا. المحتجون اقتحموا مقر البرلمان وخربوا مكاتبه، كما جرى الاعتداء على مقر التلفزيون الذي توقف عن البث الجمعة لتضطر قوات الأمن إلى إطلاق النار. هي أعمال خلفت جرحى في حال خطيرة، والخطر الأكبر هو سقوط قتلى. الرئيس المالي الذي يطالب المحتجون بإقالته أعلن تطلعه إلى الحفاظ على الأمن بلا هوادة، مع مد يده إلى الحوار بشروط. سأواصل تفضيل الحوار مع كل القوى الحية للوطن لتنصيب فريق حكومي توافقي مكون من أطر تؤمن بالوطن وليس من المخربين والراغبين في هدم الوطن. مالي تستحق أحسن من هذا الذي حصل. وفي محاولة لخفض التوتر الذي بلغ أوجه الجمعة، حل الرئيس المالي المحكمة الدستورية كما وعد الوزير الأول بتشكيل حكومة انفتاح سريعا، وتواجه السلطات المالية تحالفا غير متجانس مكونا من زعماء دينيين وشخصيات سياسية ومن المجتمع المدني. نعود وطنيا، في نشرة خاصة، المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع استمرار الطقس الحار اليوم وغدا الاثنين بكل من أسازاق، بني ملال، أو سرد، بوجدور، قلعة سرغناس، مارال، فقيه بن صالح، الخميسات، خريبكا، مراكش، الحامنة، ستات، تارودانت، طاطا وزاغورا. درجات الحرارة ستتراوح ما بين 41 و 44 درجة مئوية. كما تتوقع زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرد والرياح ستهم الحوز، ترودانت، ورزازات، تنغير، الزلال، زاغورا، طاطا، ميدلت، خنفرة وإفران، وستستمر إلى الساعة 9 من مساء اليوم. ومع ارتفاع درجات الحرارة بإقليم وزان تزداد محنة دواوير جماعة صغيرة في البحث عن الماء الشرب في وقت تجاوز فيه سكان باقي الدواوير هذا الوضع بعد استفادتهم من برنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. روبورتاج صديق بنزينة وفريد غيتو.
إنها رحلة العطش في يوم قائد بجماعة بقرة بإقليم وزان، هي رحلة البحث عن الماء الشروب من لدن ساكنة عدد من القرى التي ما تزال تنتظر دورها في برنامج تزويد الساكنة القروية بإقليم وزان بالماء الشروب. الماء ديال الشريف ما عندناش، وكنغليو مسافه باش كنجيبو الماء. ما كرهناش السقايات في الدوار باش شي ولا عندنا القرف الماء. بقات الجماعه الوحيده ديال بقره اللي كالتزام ديال المدير الاقليمي ديال لونيب باش على ابعد تقدير 15 يوم 20 يوم يكون وصل الماء لجميع الدواوير. بقات لنا واحد المجموعه ديال الدواوير دايرين برنامج في الدوره المقبله ديال نهار الاثنين ان شاء الله ديال المجلس الاقليمي اللي غادي نكملوا ما تبقى من الدواوير المعنيه. ويندرج ذلك في إطار برنامج لتزويد ساكنة إقليم وزان بالماء الشروب، وهو البرنامج الذي كان انطلق سنة 2008 بكلفة تناهز 34 مليار سنتيم. البرنامج الذي كان شهد بعض التعثرات في التنفيذ يشهد اليوم ارتفاعا في وتيرة الإنجاز انطلاقا من مياه سد الوحدة. كانت قديمة عندنا السقايا، كانت قديمة ولكن ما كافياش السكينة، فهمت؟ خصنا دابا الماء ديال لونيب خصو يدخل للديار، هذا اللي كنتمنوا من الله. كاين الماء، والمشكل اللي كاين هو كاين بعض المنازل اللي هي بعيده على 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 الدوار اللي تتلقى فيها واحد النقص كبير، ولكن الان حنا تنشتغلوا باش نتغلبوا على هذا الموضوع والجميع الساكنه ديال الاقليم تستفيد من هذه الماده الحيويه. وتتواصل أشغال تزويد 12 دوارا بجماعتي صغيرة والمجاعرة في إطار برنامج التنمية الإقليمية لوزان، بعد أن استفادت الساكنة القروية بالإقليم من أكثر من 60 سقاية. كل هذا من أجل محاربة العطش في هذا الإقليم وتزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية. إلى منطقة وادلو المعروفة بصناعة أدوات